الأصل أنه قبل أن يأتي ويصلي يأتي بشروط الصلاة. ما هي شروط الصلاة؟ نعم، شروط الصلاة أخواني، لا لا أنا ما أريد هذا يقول الطهارة وهذا يقول كذا، لا شروطها شرط. كم شروط الصلاة؟ كم؟ بسم الله، لا 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 لا، لا سبعة خطأ، خمسة آخر كلام، تعدها التسعة؟ لا تعد التسعة. هيا بسم الله، أوقف، أصبر، تسمع ايش يقول؟ يقول الشرط الأول الإسلام. غريب هذا، أصلا اللي يصلي مسلم أو كافر؟ مسلم يا رجل، اتقي الله. يعني معنى هذا تكفر الناس أنت عن ماذا؟ لماذا لماذا يذكر العلماء في كل عبادة من العبادات أول شرط الإسلام؟ هذا لا تخلو منه عبادة، هذا الشرط صحيح، لكن لماذا؟ إنه قد يصلي المشرك شرك أكبر، قد يصلي من يسب الرب، قد يصلي من يذبح لأصحاب القبور، صلاته والله باطلة. نعم الإسلام، فلو صلى الكافر فالصلاة باطلة. العقل، فلو صلى المجنون فصلاته ها باطل، ولو صلى السكران، لا لا اصبر، هذا اللي يتكلم. نعم لا، لو صلى السكران يا رجل، سكران هذا ليس بمجنون، استغفر الله العظيم يا اخي، سكران سكران ليس بمجنون. من أفضل، السكران أو المجنون؟ المجنون، لأن المجنون معذور، أما السكران هذا غير معذور. البهائم أفضل منه، أفضل من السكران، لأن بعض البهائم والله موجود هذا مصور، قدم إليه الخمر أبدا تشرب من الخمر، صح؟ في عاقل يشرب خمر؟ فيه؟ لا، هذا ليس بعاقل أصلا، بل المجنون أفضل من السكران، صح؟ في عاقل يشرب دخان؟ في؟ لا ما في. لماذا؟ شو اسمك انت الشيخ؟ ايه ها يحيى، الشيخ يحيى خرج من المسجد، حصل رجل واضع سجادة تحت السيارة وحاط انبوب في هذا العادم الشكمان، نسميه احنا الشكمان في السعودية، ما ادري انتم ايش تسموه، المهم يا رجل، المهم ويسحب ويدخن، ايش نقول عن هذا؟ مجنون. اذا المجانين كثير، وهذا الشيخ يحيى يقول مجانا عندي، اي واحد يبغى بدل ما يشتري دخان بكذا شغل السياره ويسحب مثل ما يبغى، صح؟ صحيح. لماذا يتعب نفسه؟ ولماذا يعني يجعل الموت بعد سنه؟ لا، يقول ان شاء الله اسبوع وانت ميت وانتهى الامر، ومجانا مجانا، اي خلاص. في عاقل يصنع هذا؟ فيه؟ ها؟ لا. اذا العاقل ما يشرب دخان، صح؟ اي نعم. الاسلام وش دخلنا في الدخان احنا؟ المهم عارض. نعم والعقل، الاسلام والعقل والتمييز. التمييز ما معناه؟ هل هو البلوغ؟ نعم لا، أريد جواب واضح. نعم خطأ. التمييز هو التفريق بين الأشياء، فالذي يعرف السؤال والجواب يعرف أنه هذا ماء وهذا نار، تقول له اجلس يجلس، فهذا مميز. هل تصح صلاة الصغير؟ نعم تصح إذا كان يميز، وإذا كان لا يميز لا تصح صلاته، مفهوم؟ نعم. إذن التمييز هل هو البلوغ؟ لا، التمييز هو التفريق بين الأشياء. والنية، هذه أربعة شروط تبدأ بها، الإسلام والعقل والتمييز والنية. النية هي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم السادس من شعبان 1437 مصليا في مسجد عيسى الجامع، مصليا صلاة المغرب بالتوقيت المحلي للبحرين الساعة 6:02
مصليا وجانبي عن اليمين الشيخ يحيى وجانبي عن اليسار اسمك فهد، يصح؟ ها والله ما يصح. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وش هذا يقول لميت أن أصلي وركعتين وتوقيت المحلي والسادس من شعبان ولا من رمضان؟ نعم أخي، رفع الحدث الأكبر والأصغر. إذن لا يصح أن يصلي من عليه حدث أكبر، ولا يصح أن يصلي من عليه حدث أصغر حتى يرفع الحدث. يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال والأصغر بالوضوء. نعم، إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء، لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: عن البدن والثوب والمكان اللي يصلي فيه، مفهوم؟ فلو صلى على وعلى بدن نجاسة وعلى ثوب نجاسة أو في مكان نجس وهو قادر على إزالة هذه النجاسة عالما بها فصلاته باطلة. استقبال القبلة أي الكعبة أي مكة، ولابد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر، إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى حيث توجهت به الدابة، الراحل، القطار، السيارة. وستر العورة، لابد من ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. أخذ كامل الزينة في الصلاة يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ودخول الوقت، فلا يصح أن يصلي قبل الوقت، يعني الآن لو أريد أن أصلي الفجر والله ما يصح، ولا يجوز بل يحرم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، مفهوم؟ نعم. هذه كم؟ عيد من جديد: إسلام وعقل وتمييز ونية ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. الله يهديك، اجلس. طيب.